قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أو كله تخلى عنك، هتخبط على فلان يقول لك ما فيش، خبط على علان يا عم روح بقى أهو. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اوعى تروح تخبط على بيوت الناس، اول ما الاسباب تعدم اسجد لرب الاسباب. يخلق لك من العدم وجود، ويخلق لك من الفناء جود، ويعطيك عطاء يذهل بلا حدود. امال ازاي قال امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ هي لعبه؟ الكون ده ما فيهوش لعب، ليه رب بيدبره؟ يدبر الامر من السماء، مش كده ولا ايه؟ اهو كله تخلى عنك، هتخبط على فلان يقول لك ما فيش، خبط على علان يا عم روح بقى اهو. لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تغلق. فالله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. اوعى تروح تخبط على بيوت الناس، اول ما الاسباب تعدم اسجد لرب الاسباب. يخلق لك من العدم وجود، ويخلق لك من الفناء جود، ويعطيك عطاء يذهل بلا حدود. امال ازاي قال امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ هي لعبه؟ الكون ده ما فيهوش لعب، ليه رب بيدبره؟ يدبر الامر من السماء، مش كده ولا ايه؟ اهو كله تخلى عنك، هتخبط على فلان يقول لك ما فيش، خبط على علان يا عم روح بقى اهو. لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تغلق. فالله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. اوعى تروح تخبط على بيوت الناس، اول ما الاسباب تعدم اسجد لرب الاسباب. يخلق لك من العدم وجود، ويخلق لك من الف